أم ديالي خدامه عند هاد الناس من 2014، كانت خدامه عندهم مزيان في امان الله، ربات لهم وليداتهم الحمد لله، ما عمرها وقع عليها معاهم شي مشكل، عمرهم تشكاو منها، وهي واخا مع رغم العيا والتربيه وداكشي كانت غادا مع هاد الناس بحسن النيه. في الاواخر الام ديالي عيات، الام ديالي صافي كيف ما 64 سنه راه الانسان كيعيا، بغات تجلس في حالتها. كانوا وقعوا شي نقاشات بيناتهم في الكونفينمون، اساس امي كانت جلست 3 شهور في الكونفينمون، هاد الناس خدامه عندهم هاد المده كلها في الكونفينمون، ما كانوش كيجي ولا كيعطيوها ولا غير من الواجب الانساني، ما دايرين ليها حتى شي ورقه، ما عندها معاهم حتى شي ورقه، هي خدامه كتعطيها اللي قسم الله وصافي. منين قالت ليها زعما كان من الواجب ديالك زعما كان سيده خدامه عندك هاد المده كامله تعطيني واحد البركه واخا كل اسبوع ولا هكا، المهم بحال السيده حست بلي السيده عارفه شنو حبيا هادشي، يعني داكشي غير حبيا، هادي غير هضره دازت بيناتهم حبيا. ماما انا ما قصدت بها حتى الام ديالي ما قصدت بها حتى حاجه، قالت لي انا فاش كنت في الرباط كنت كنخدم عليه يد مكتب الشغل، ما كنتش نخدم عشوائي. السيده عرفات بلي السيده عارفه السيده، وانا ماما انسانه واعيه وعارفه، ماشي انا ما نقولش انا امي ما قارياش ولا ما عارفاش ولا امي، انا انسانه قاريه وعارفه بشهاده الجامع. ما عليناش دازت خدمت عند هذيك المده صافي، ماما السيده غتحول لواحد الفيلا، هاد الناس هادو غيتحولوا لواحد الفيلا. ماما انا ما قاداش على الفيلا، ماما ما عندهاش صحه الفيلا، انا الام ديالي فاتحه على القلب، ما قاداش على الفيلا، وابار هادشي صافي راها عيات عندها واحد الركبه كضرها. قالت لها انت غتمشي للفيلا، انا ما نقدرش على الفيلا، بارك عليا ليليا اللي كنت زعما هزلك ليها الهم، وكان بدون اسماء عافاك، بدون ذكر الاسماء، البنت الصغيره التربيه اللي كانت مقابله ليها ماما ولات تمشي لاكريش، قالت لها دابا البنت كتمشي لاكريش وصافي. نعم رصبت من بعد نصبت ليها كامل غتخلص منها صافي. وقع اتهموها بالسرقه ديال 1000 درهم، اتهمتها بالسرقه ديال 1000 درهم، دارت ليها كامل، دارت ليها كاميرا. ماما كتقول لك انا الفلوس رزقي ديالي، خلاصي ديال جوج سيمانات مشيت خديته من المجر، وهذاك المجر ماما معترفه انها خدات فلوس من المجر. واش مشات للمجر؟ واش قالت لها السيده سيري خدي من المجر ولا مشات لراسها؟ ليها السيده اصلا كتقول لها سيري خدي فلوسك من المجر، مثلا ما كانتش غتكون ماما كتسد الباب، ماما هي اللي كتخرج كتسد الباب كتمشي بحالها، ما كتسناش حتى كتجي السيده باش كتمشي، ماما كتسالي كتسد البيت وكتمشي، قالت لها خدي فلوسك من المجر وسيري. خدات منين خدات ماما الام ديالي فلوس ديالها من المجر، عيطت ليها عاوتاني اتصال ثاني، قالت ليها راه غيجيو عندي شي ضياف، قادي ليا شي شلاضه وداك الشيء، المهم ما غتمشيش دابا بلاتي شويه. دخلت الام ديالي الكوزينه ما دابا حتى كتفاجئ، خفوا عليها البوليس، مالكي ما مات مالكي، قلبوا لها الساك لقاو عندها 1000 درهم. منين جات قالت لهم ماما هزيتها من المجر، ماما ما كذبتش من الاول واخا ما عرفاش الكاميرا كاينه، قالت لهم هزيتها من المجر، هذيك هزيتها من المجر داروا ليها اعتراف بالسرقه. داروا ليها اعتراف بالسرقه، داو الام ديالي اعتقلوها من نهار 7 شهر 1. الام ديالي نهار تعتقلت داوها ليرجونس في ديك الليله محمد الخامس، ما علموناش الورقه باش داوها ليرجونس ديك الليله، باش داوها محمد الخامس ديك الليله ما علموناش، ما عيطوا لينا، ما قالوا لنا الام ديالكم جاتها كخاز، انا امي فاتحه على القلب ولا ديناها للطبيب، وماما كترغبهم كتقول لهم ما يدقوا لي التبره، ما تدقوا لي التبره، انا فاتحه على القلب ما تدقوا لي التبره فيها الحريق، دقوا ليها برا يومين هي فيها السخانه. ما عليناش هادو معطيات، حتى واحد ما غادي يقول لك جيبي لي الدليل، شكون اللي غيعطيك الدليل ديال هذا الشيء ما عدا هاد الورقه ديال الطبيب. يومين وهي طايحه بالسخانه، ما عليناش، دازت تقدمت قدام الوكيل، مشينا عند الناس رغبناهم، قلنا لهم الا دات لكم هاد السيده شي حاجه نردوها لكم، الله يسامح راه خدمت عندكم القد والقد والقد. ماما كتقول لك ما تمشيوش عندهم، انا ما سرقتهمش، ولكن حنا بقات فينا منا، حنا منا ما نبغوش ليها الحبس. في المحضر اللي مسجله انه وقع عندها شي اتات، لقاو عندها واحد ثلاثه ديال الاغطيه، ثلاثه ديال الاغطيه ومضل، كاينين في المحضر. هاد ثلاثه ديال الاغطيه، هاد المشغل اللي خدامه عنده ماما هو اللي جابهم بالطوموبيل عند موم صبانه، موم صبانه كيقول لك انا شاهد، ولو كانت عندي الكاميرا نعطيها لكم، انا ما عنديش كاميرا. دار لينا تصريح بالشرف، ها هو تصريح بالشرف باللي هاد السيد هو اللي جاب ماما بالطوموبيل حتى لعندو حتى الباب، وهو اللي هبط من الطوموبيل، هو اللي جاب الكواش من الكوفر ياك. وشنو داروا ليها على هاد الكواش منين جابوهم؟ دا هما راه كينصبوا الكمين ديالهم، هما خدامين تيخططوا ليها، عيطت له قالت له راه الكواش وجدوا، جيب لي الحاج الفلوس واجي دير الكواش، قال لها ديهم عندك تنجي، هاد مو مصبانه ما تخلصش في هاد الكواش حتى الان ما مخلصش. جات عنده ماما قالت له عطيني الكواش تيجي، هو كيعرف ماما مزيانه، هاد مو مصبانه كيعرفنا مزيان، غير ديال الدرب ديال الدرب، هي ديما كتجيب حوايجها مو مصبانه، جلالبها حوايجها كتجيبو ماما مصبانه على اساس الصباح كتديهم، قالت له عطيني الكواش تيجي، وهاد الكواش
اللي كنقول عليهم انا شاهدين عليهم حتى الناس شاهداش عليهم غير انا وما شاهدش عليهم غير من صغري. كتكون جالسه ماما في الباب كتكون ماما جالسه في الباب كي كيصوني التليفون كتقول للعيالات العيالات يشهدوا ولا زدت انا شي حاجه من عندي كتقول لهم ها هما جاوا يجيبوا لي الفلوس ويديو الكواش. نهار جاوا داو الكواش جايبين البوليس لعساس الكواش سرقتهم ماما قال ليها دير الكواش عندك للدار تنجيو نعطيك الفلوس وتبتها عليها وتبتها عليها جا خرجوا الكواش ومضل ومضل كان عليكم وجه الله واش مضل مضل السيده كانت الشا وهزات مضل جايه مدرقه به انا لو كان خدامه عند شي حد وتصب الشا غنلبس مضل ولا مشيت عريانه غنلبس كبوط ولا مشيت حفيه انا غنلبس صنداله فين هو المشكل مضل شحال ساوي هذا المضل كاع لهاد الناس كاع يكتبوا مضل في المحضر شحال ساوي هذا المضل ما طرعيش لواحد البرمه ديالك السوكتي كديها من الجمعه للجمعه كتجي كديها وبشهاده الجامع ماشي انا ما تنقوش ماشي حيت انا بنتها انا يجيو يسولوا الدب سولوا الدب سولوا الناس سولوا كلشي من الجمعه للجمعه جيرانهم هما في العماره فين ساكنين شي جيران اللي ساكنين معاهم هما في العماره رغبوا على ماما ماشي غير الناس ديال الدرب اللي رغبوا على ماما الله يجازيهم بالخير والله يكثر خيرهم كاع اللي تدخل في هذا الشيء ديال ماما الله يكثر خيره قضات دكاتره كلشي رغبوا هاد الناس قالوا لهم ولين فريد هاد المره سرقت لكم 1000 درهم راه حشومه راه مره كبيره ماشي مره صغيره انا مي فاتحه على القلب 64 سنه راه مي فاتحه على القلب مي ماشي مره صغيره غير حشومه راه عيوليها غير العشره راه عيولي دوك الدراري اللي ربات دابا تنتفاجئوا البارح دابا حنا مازال ما كاينش الحكم كنتفاجئوا البارح جاو دار لنا الحج التحفظي على العقار دفاتو ديال الاتات ما قدوش الاتات الاتات جاوهم لا يساوي 14 مليون الاتات اللي عند اللي عندنا في الدار جاوهم لا يساوي 14 مليون جابوا ورقه اخرى كيقولوا لنا الحجز على العقار واش 1000 درهم كيحجزوا فيها الناس على العقار انا هادشي اللي بغيت نعرف حنا هادشي اللي بغينا نعرف الحكم ما كاينش الحكم ما كاين بلاتي اخويا واش 1000 درهم تيحجزوا فيها الناس على العقار واش صدر شي حكم الا صدر شي حكم يقولوا لنا حتى حنا ولادها حتى حنا بغينا نعرفوا هذا الحكم زعما دابا انت بغيتي تقولي انه زعما هذا الشيء ديال الحجز وهذا الشيء خاصو تيخرج الحكم عادي يطبق هذا الشيء اللي كنعرفه خاصو يمشي مع الحكم هذا الشيء كيمشي مع الحكم واش بغاو داك الشيء اللي كانوا كيخلصوها 400 درهم في الاسبوع ولا مع 300 درهم اللي كانت كتقاضى مي واش حسبوها لمده 7 سنين وبغاو يردوها بغاو ياخذوها وفي العظمى هي تاخذ التعويض على تماره وعلى الصحه اللي ضيعت حنا نعوضوا هاد الناس طلبوا لنا 15 مليون شكون يطلب لك 15 مليون هما هاد الناس طلبوا لنا 15 مليون هما ما كيتواصلوش معنا واش 15 مليون طلبوها لك في المحكمه ولا طلبوها ما طلبوهاش في المحكمه هاد الناس طلبوها هما باش يديروا لنا التنازل بيناتكم بيناتنا شويه قال لك 10 كيف ما كتجيش الجلسه فيما تاجلوا الجلسه كيهبطوا لنا شويه في الثمن قالوا لنا 15 مليون جات الجلسه الثانيه داروا لنا التاجيل قالوا لنا 10 المليون جات الجلسه الثالثه قالوا لنا 8 المليون جمعنا 15 مليون انا امي ما رخيصاش عليا باش ندوز الحبس واخا تكون مظلومه ما نعطي عليها ما نعرف شنو يتخرج انا امي ماشي وجه الحبس انا امي ماشي ديال الحبس باش ندخلوها للحبس جمعنا اليوم 15 مليون 5 المليون جمعنا 5 المليون شهاده ديال الناس الدرب كلشي عطى اللي قسم الله كلشي جمع كلشي التعاون كلشي عطى 15 مليون مليون ما 5 المليون ما بغاوهاش ما بغاوش 5 المليون بغاو 8 المليون ما عندناش منين نجيبوا لهاد الناس 8 المليون باش يطلقوا امي اخويا انا الوالده ديالي كانت خدامه عندهم بحسن النيه كانت خدامه تدير الخدمه ديالها تجي بحالها بعض المرات تجي هنا تسد العشيه بعض المرات تجي قلتي لنا وغادي او ميم طون غنسولك سؤال اخر هو قلتي لنا انك مشيتي عندها وزاوجتها مشيت عندها وزوجتها قدام باب المحكمه قالت لي سير انت ماشي امك هذيك راهي مربيك قالت لي هكا قدام الراجل ديالها قالت لي سير تجي ما تطلبش عليها ما تعرف بعدا انت امك شكون عادات بإنا حق تقول لي انا ديك الهضره بإنا حق دخلت للدار ما حضرات لي انا باش ولدتني امي هي قالت لك خوتي الكبار ماشي ولادها هي مربياكم هي ملقطاكم منين ملقطان هذه الحاله المدنيه اللي فيها الكنيه ديال من في القانون ما عندكش الحق تعطي الكنيه الا كان ماشي ولد الراجل هذا راسو ما تيعرفنيش قال لي سير فحالك جرى عليا جينا لهنايا ترغبوها هذه عاود تمشي تهضرت معاها في الواتساب بلوكاتني في الواتساب تنصيفط لها في الواتساب بلوكاتني ولا كانت بنت المراه وبنت الاصل تجبد الكونفرساسيون بيني وبينها في الواتساب توريها ترغبها خلات قرات داكشي دارت لي في وبلوكاتني خويا الصغير دير لي باك ب 40 درهم دوك ديال 600 الزواق مشات تقول لهم ولدها انت دايره لولدها واش خدامه ديال الضيوف تيديروا لولادهم لي باك بجوج المليون هذوك هي لي باك د الزواق اخويا راه بالدري مازال هي مراهق تيشوف الحاجه تتعجبو تيديرها قالت لي راه دايره له لي باك 800 المليون تيرغبوها الناس قالت لهم تلبس المونطو احسن مني
المونطو اللي جاتي به الخدمه احسن مني، واش انا تلبس ذاك المونطو؟ السيده امي انا مليه فراسها، امي واعيه قاريه عارفه شنو كاين، ما غاتجيش انت تحاسبي على خر ايامها. ومني تهضر معايا تقولي ما تهضرش معايا انت، هي تعرف امك شكون، عندها الحق تقولي هي هاد الهضره. مشيت ليها الواتساب كنقول لها احسن، تنقول لها عافاك عافاك الا ما قوليش دارت امي. انا وليت تنرغب تنقول لها قولي لي شنو دارت امي، رغبت وزاوقت ما خليت ما قلت ليها، بلوكاتني وما عيرتهاش، ما قلت ليها حتى حاجه. قالت لهم بنتها عيرتني، حتى انا عندي لي كونفرساسيون، قالت لك بنتها عيرتني وانا قسما بالله ما عيرتها هذا النهار الجمعة. انا رغبت، انا علاش نعايرك وانت دايره لي في كرشك وغنعايرك؟ انت شاده ليا امي وغنعايرك، انا في واحد الوضع ماشي ديال المعيور اصلا. رغبتك وما خليت ما قلت، ما خليت ما قلت لها خويا الصغير كنت شوف شحال. حتى انت متزوجه عندك الاسره ديالك؟ ثلاثه ديال الاولاد كنخليهم ضرب وعزه. كتجي من الدار بدا دابا كل جلسه كنجي من الدار، ماشي خساره في امي، انا نجي ما لقيت ليها جهد، انا ما لقيت ليها جهد، انا واخا كنجي ما كندير والو، فين ما كنجي كنتفاجا بشي حاجه اللي ما كتصدمك. كل مره كتجي كتقولي هاد المره غيجي فرج، هاد المره غير الناس غيحن قلبهم، تنقول انا دابا هاد الناس يحن قلبهم، العواشر هادي ورمضان جاي، كنقول هاد الناس غيحن قلبهم. باش مشي دابا رغبتو وهضرت وهضرت معاه، قالت لك اختها هادي، اختها اللي ما الوالده ما كانت خدامه عند اختها، ما عندها حتى شي علاقه، تطنود اختها تقول لي حتى الخدامات ديال الدور عرفوا القانون، انا نربي لك امك الى حق تربي لي امي، امي كبيره عليك، امي راه مربيه اجيال اللي غادي انت تربي لي امي. قريتي القانون؟ قري القانون، انا عندي الاجازه في لونجلي، نقدر نحنتك في اللغات كاملين، لونجلي فرونسي سبليونيه وشويه الكوريه، راه ما تنهضرش من الفراغ، عارف شنو عندي وعارف الكوبيتونس اللي عندي. هما ضربوا الحساب، قالوا لك كانت سبع سنين خدامه عندنا هاد السيده والتعويض ديالها يخرج لها القد القد، راه حنا نطلبوا لها هاد القد والقد ندمروا حنا هاد العائله. قال لك خدامه ديال الديور ما تكونش عند هاد الدار، الى دار الدار السفليه مبيوعه اللي متحسنه هي تاهي مبيوعه، الى دار بقات تبقى تاهي بغاو يحيدوها لها. ها المشكل مع هاد المشغله اللي كانت كتشتغل عندها، كنا كنشوفوها كتجيب الوليد كبابر شويه كيلعب في الدرب مع وليداتنا، وكتجيب البنيه حتى هي صغيره، الوليدات ديال هاد السيده، الوليده ديال الوليدات ديال هاد السيده اللي كانت خدامه عندها. كتجيب البنيه صغيره وكتجيب الوليد تكون في عمره شي 7 سنين كيقيلوا هنايا، وكتجيب الام ديالها كتديها للحمام قدامنا، شي كنقول راه شاهد عليا الله به، وراه اليوم الجمعه. كل جمعه كيجي السيد اللي خدامه عنده كيدي الكسكسو كطيبو لهم في دارها، وكيجي بالطوموبيل ديالو كتهبط له القصعه حتى لباب الدار كيديها. كنعرفو حتى السيده اللي خدامه عندها كتجي بالطوموبيل حتى هي والسيد ديالها، هادشي كنعرفو عليها السيده، زعما هادشي اللي سمعنا عليها تفاجئنا به، كنعرفو عليها غير خير. نعم هادشي اللي كاين اخر. نعم نسمعو كذلك، شكرا لك اختي. هذه يعني شهاده ديال الساكنه والناس اللي جاوروها. شحال انت جارت امي سعيده؟ خويا راه عمر واخا شنو كتعرفي على هاد القضيه هادي وشنو ممكن تقولي؟ خويا خالتي سعيده كدير الخير، يعني الا كانت اي حاجه تتوقف مع الناس فيها، يعني هادشي اللي تيتقال عليها حنا راه ما متيقينش، وكتجيب الدراري دائما معاها، حنا النوبه الاولى كيحسبنا ولاد بنتها، التعامل اللي كتعامل معاهم راه كيحسبنا ولاد بنتها. حتى قالت لك لا راه الولاد نتاع ديك المراه اللي انا خدامه عندها. ونهار الجمعه كتهبط الكسكسو، حنا كنشوفوها بعينينا، تيجي السيد حتى بالطوموبيل حتى للدرب وتهبط ليه القصعه ديال الكسكسو، الحوايج دائما داي الحوايج في اذا علاقه طيبه كانت مع هاد السيد، تدي لها الحوايج المصبانه دائما جايه من المصبانه غدا المصبانه، يعني هاد السيده هادي حنا ما عمرنا ما شفنا على هاد السيده شي حاجه خايبه. كتعجن اخويا حتى الخبز في دارها، كنطلع عندها مرارا لهنا كنلقى كتعجن بزاف ديال الخبز، كنقول لها اش غديري بهذا الخبز كامل واش غديري في الكونجيلاتور؟ كنقول لها كتعجني بزاف ديال هذا الخبز شنو غديري به؟ واش غديري في الكونجيلاتور؟ كتقول لك لا ملي كنعجنوا للسيده اللي كنمشي عندها حيت خدامه وداك الشيء كنبغي نحط لها هي في الكونجيلاتور ديالها، باش حيت ما نمشيش عندها انا السبت والحد ما ضربش التمرات، جبت كل شيء من الكونجيلاتور. كل جمعه راه كنتو كتشوفوا هذا الشيء من نهار خدمات عندها خويا وهي جدي، كل جمعه جدي قصعه الكسكس كل جمعه، يعني 1000 درهم ديري لها على هذا الشيء هذا وما هزهالكش كاع، نقولوا مثلا ها هي هزات لك 1000 درهم هذه ديري لها هذه السيده 56 عام ولا كبيره صاحبي السيده 64 كاع هذا الشيء هذا والله ما تسال.